سلام ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. الفيديو ديال اليوم غادي تكون هي مورنين روتين ديال اخر الاسبوع فاش كنهبط لدارنا في مكناس. وكما كتشوفوا اول حاجة هي كنفيق على الشميشة او لا على صوت الالارم. بعد ما طفيت لالارم هنايا كندير ديدراتي باش نقشع شويه لحقاش بطبيعه الحال ما غنعش بلي لونتي وصافي. كناخد التليفون وكنبقى كنشوف السوشيال ميديا انستغرام وداكشي كامل بيد ما توقد شي شويه. هنايا كنحل الشرجم باش تفوه البيت شي شويه وكنقاد فراشي لحقاش الا خليته من بعد غادي نحكز عليه. ديريكسيون نيشان الحمام وهنا اول حاجه كنديرها هي لي لونتي. كنتمنى ما تخلعوش من المنظر كيفاش كنديرهم وغنوريكم لي برودوي اللي كنستخدم نيتوايون كريم ايدغاتون تونيك وداكشي كامل وراه غنهضر عليهم اون ديتاي في واحد الفيديو راه قريبه ان شاء الله غادي نحطها. وصافي هادشي اللي كاين. جات الوقيته ديال الفطور ولقيتهم ديجا فطروا سبقوني وما كيفيقوا بكري الصباح. انا الويكاند كنبغي شويه نتعطل ونعس. صافي دونك ما كاين ما احسن من مسمنه كاس اتاي الفرماج والكونفيتير. من بعد وبما انه الامتحانات قربوا بديت كنقرا شي شويه باش ما يتجمعش عليا كلشي في الاخر. وبالنسبه للباركور سكولير اللي طلبوه مني البعض منكم راه صورته قريب حتى هو نحطو. حاولت نجمع فيه كاع المعلومات اللي كنعرف على النقاط القرايه في طنجة نصائح للقرايه وداكشي كامل.
بطبيعه الحال الا كنت خارجه ضروري ما ندير شويه ديال الميكاب. الصراحه الميكاب ديالي انا ما كيتبدلش بزاف. الحاجه اللي درت ديفيرونط هذا النهار هي داك الجيبيدات الايلاينر شحال هذه ما كنت درتها وغوج اليف باين. بالنسبه لي بانسو اللي كنستخدم كاملين كنت خديتهم من الي اكسبريس. والحاجه اللي ما كنديرهاش هي ماسكارا واي شادو حيت الصراحه ما عنديش معاهم بزاف. هنايا كنختار شنو نلبس ما بين داك التريكو سخيخ اللي صراحه كيعجبني كنت خديته من عند ستخادي فاريوس او لا لوك الاخر اللي شي شويه اكثر سبور بالجاكيطه ديال الجين. وقلت علاش لما دخلت الانستغرام نسولكم باش تختاروا معايا. A few moments later. وكانت النتيجه صراحه متقاربه، مي اختاريت لوك اللي شويه سبور ديال الجاكيطه ديال الجين اللي صراحه انا هو اللي عجبني وصافي. دونك زدت غير دي زاكسسوار بحال دي براسلي هذوك كنت خديتهم غير من المدينه عجبوني الخواتم والزواهق من الي اكسبريس. صافي غيكون هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى يكون عجبكم. الى عجبكم ما تنساوش تلايكي وتشتركوا في القناه باش يبقى يوصلكم الجديد. ومن هنا الفيديو جاي، شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. السلام عليكم.